أبو ظبي خبير الشؤون الإيرانية في مركز الإمارات للسياسات الدكتور محمد الزغول. أهلا بك دكتور محمد، معنا على سكاي نيوز عربية. دكتور محمد، اليوم يعني هناك معضلة كبيرة، الجانب الإيراني يعني بداية يعني الطرفان مستعدان للدخول في عودة ثنائية للاتفاق النووي لكن بدون شروط، الجانب الإيراني يقول رفع كل العقوبات، الجانب الأمريكي متردد، يبدو هناك انقسام داخل الإدارة الأمريكية حول هذه المسألة. ما آفاق المحادثات في الأسبوع القادم؟ مساء الخير. ابتداء أنا بعتقد أنه يجب التفريق بين نوعين أساسيين من العقوبات، تلك العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية والملزم بتطبيقها هي المؤسسات والأفراد الأمريكيين فقط، وهذا النوع من العقوبات يسمى العقوبات الأساسية. في هذه العقوبات الولايات المتحدة الأمريكية ليست بحاجة إلى أي يعني لنقول شرعية دولية لتطبيق مثل هذه العقوبات، لأنها تنطلق من القوانين الأمريكية الداخلية وتستهدف فاعلين أمريكيين داخلي، مؤسسات وأفراد أمريكيين. النوع الثاني وهي العقوبات التي تثقل كاهل إيران بالفترة الأخيرة هي العقوبات الثانوية، وهي العقوبات الملزم بتطبيقها دول ومؤسسات وأفراد غير أمريكيين. في حال انتهاكهم لهذه العقوبات سيتعرضون إلى تجميد أموالهم في الولايات المتحدة الأمريكية ومنع التعامل معهم. الآن إيران تريد من الولايات المتحدة الأمريكية رفع كافة العقوبات في سبيل العودة عن الخطوات التصعيدية والعودة للاتفاق النووي. هذا الكلام غير واقعي ولا يمكن تطبيقه لا عمليا ولا حتى نظريا يمكن التفكير فيه لسببين. جزء من العقوبات الأمريكية، طبعا هذا النوعين الأساسيين اللي تحدثنا عنهم بنقسمه لخمس أنواع أخرى تبعا للمسبب الذي أدى إلى فرض العقوبات على أمريكا. فهناك عقوبات متعلقة بأنشطة إيران أو دعم إيران للإرهاب والأنشطة المزعزعة على الاستقرار. لكن دكتور محمد، الموضوع هو يصير بهذا الاتجاه، هو مسألة أنه لا يوجد إرادة لدى الإدارة الأمريكية الحالية في العودة للاتفاق النووي، هناك مماطلة واضحة في هذا الأمر. يعني رئيس ترامب رغم أن الولايات المتحدة وقعت هذا الاتفاق هو انسحب بشكل منفرد عن الدول الباقية، إلى أي مدى مسألة الإرادة هي الفاصل هنا؟ كلا الطرفين لديه أسباب داخلية لعدم العودة إلى إطار الاتفاق النووي، ولكن هذا لا يعني أنهما لن يسعيا إلى ذلك لسبب واضح بسيط، أن الخيار الآخر غير موجود غير متاح. يعني فيما لو لم تعد إيران إلى إطار الاتفاق النووي أو لم تعد الولايات المتحدة، فإن الخيار الآخر قاسي على جميع الأطراف، هو خيار يقود إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين الطرفين. وبالتالي أعتقد أن جميع الأطراف تبحث عن طرق للعودة للاتفاق النووي، ولكن طموحات إيران لغاية الآن تبدو غير واقعية، لأننا نتحدث عن حزم من العقوبات مفروضة من الثمانينات. يعني صعب جدا على أي رئيس أمريكي أن يمنع كل هذه العقوبات عن إيران، عقوبات. لكن في 2015 دكتور محمد، ألم ترفع كل تلك العقوبات؟ يعني ناهيك عن عقوبات الأمم المتحدة، ألم ترفع بشكل كامل؟ لا لم ترفع بشكل كامل، هنالك عقوبات كانت مستمرة وباقية على إيران، ووعدت الإدارة الأمريكية برفعها تدريجيا بمرور الزمن، ولكن ظلت جزء من يعني مثلا على سبيل المثال المهاجرين الإيرانيين في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 87 لا يستطيع إرسال هدية لإيران بأكثر من $100، لا يستطيع أن يذهب إلى إيران يزورها، يزور أهله وبلده القديم ويعود إلى أمريكا محملا ببضائع يمكن بيعها أو نشرها. مؤسسات معينة بإيران مفروض عليها 3 أو 4 أنواع من العقوبات، وهذا جزء من تعقيد العقوبات. يعني أعطيك مثال، البنك المركزي الإيراني عليه عقوبات بسبب دعم الإرهاب، عليه عقوبات بسبب دعم أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، عليه عقوبات أيضا بسبب نشر أسلحة الدمار الشامل والأسلحة غير التقليدية ودعمها، عليه عقوبات بسبب دعم منظمات إرهابية. طيب إذا أردت أن ترفع عقوبات عن البنك المركزي الإيراني، أي نوع من هذه العقوبات ترفع؟ طيب رفعت نوع من هذه العقوبات، يبقى النوع الآخر. الإدارة الأمريكية السابقة شبكت وعقدت شبكة العقوبات المفروضة على إيران بحيث
أصبحت جدا متداخلة، وأصبحت المؤسسة الواحدة والفرد الواحد في إيران يتعرض أحيانا إلى ثلاث أو أربع أشكال مختلفة من العقوبات. دكتور محمد، يصعب رفعها كلها. المسائل يعني واضحة، إرادة الإدارات الأمريكية تستطيع فعل كل ذلك. هل هناك إرادة لدى الرئيس جو بايدن في فعل ذلك، أم أنه يماطل في المسألة؟ مقابل ثمن، هو يريد من إيران أن يتم رفع العقوبات جزئيا عن إيران مقابل عودة إيران عن خطواتها التصعيدية، ثم ترفع باقي العقوبات في حال تعاونت إيران في الملفات غير المرتبطة بالاتفاق النووي. الخلاف مع إيران حول ثلاث ملفات رئيسة: الاتفاق النووي، والأنشطة المزعزعة للاستقرار، والأنشطة الصاروخية. لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية رفع كامل العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي وغيره فقط في الملف الأول. يجب أن تقوم إيران بخطوات إيجابية في الملفين الآخرين. لغاية الآن إيران متعاونة فقط في الملف النووي، في بقية الملفات إيران لغاية الآن لم تخضع للتفاوض أساسا. يعني كل الاتفاق النووي دار حول الملف النووي، لن يدور حول أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، ولا حول أنشطة دعم الإرهاب، ولا حول الأنشطة الصاروخية. هذه الملفات يجب أن تبقي الإدارة الأمريكية على عقوبات صارمة بشأن إيران حتى تستطيع التفاوض عليها بشأن هذه الملفات المهمة. شكرا لك. من أبو ظبي خبير الشؤون الإيرانية في مركز إمارات للسياسات الدكتور محمد الزغول، شكرا جزيلا لك.